وهذا أدى إلى تراجع يعني خلينا نقول المد اللي كان ماخذه المد القومي أو الأممي لصالح المد الديني. أسوأ ما في الموضوع الحقيقة أن ضمن هذا المد الديني أتاح المجال لبروز تيارات بغض النظر عن حجمها، لكن يعني لها طابع متطرف، والتطرف الحقيقة أدى إلى أن يكون أيضا ردة فعل من الحكومة المتطرفة، وأدى إلى وجود نوع من يعني التطرف في الفعل وردة الفعل. وهذا الأحد يعني اللي أدى البلاد الحقيقة أوصلنا إلى اللي إحنا فيه قبل ما نقول هل هو مأزق أو غير مأزق. إذا إذا أخذنا ثلاث سنوات الأخيرة وكل المحاولات اللي صارت يعني في شكل حوارات شاركت فيه القوى السياسية، بعضها قاطعتها، بعضها شاركت فيه وسحبت منها، مبادرات كانت على مستوى عالي سواء يعني مبادرة ولي العهد أو مبادرات الجمعيات السياسية اللي يعني أطلقوا عليها المنامة، أو المبادرات اللي قام فيها الائتلاف يعني وثيقة الفاتح. كل هالمبادرات الحقيقة لم توصل البلاد إلى الحد الأدنى من الاستقرار اللي ادعت هالمبادرات أنها تريده. وبالتالي هذا يقودنا أن الحقيقة البحرين في مأزق. ولا شك أن يعني المأزق أخذ ما يعمق هذا المأزق، أنه المأزق لم يعد سياسي. لا بعد أول اجتماعي. وهذا يعني أول مرة في تاريخ البحرين ينشق البحرين، الشعب البحريني بشكل عمودي إلى طائفتين شيعة وسنة، ويعني صار مدخل كثير من التحليلات السياسية تنبني على أنه هل المدخل شيعي أو سني. وأنا أتكلم هنا عن يعني الصفة الغالبة، ولا أتكلم عن بعض الحالات الاستثنائية اللي صوتها الحقيقة يعني غير مسموع. وليس يعني انا عملت جرد الحقيقه لاسبوع من الصحف المحليه. للاسف الشديد وجدت كميه التلاصم فيها، وعندي الجرد هذه، كميه التلاصم اللي فيها بين بعض البعض يعني. ما وجدت الا في مكان واحد، الصحافه اللبنانيه خلال حرب اهلي لبنان. يعني لم يعد مثلا الناس تتكلم عن اصلاح التعليم، اصبح الحديث عن يعني الجانب الطائفي في التعليم، لم يعد الصحه. وللاسف الشديد يعني بعطيكم بعض من المنشيتات اللي صارت يعني صبغه في الصحافه المحليه، مثلا البحرين بنت نظام صحي من الخمسينات من ايام سنون. تفاجأ أن منشئ أحد الصحف المحلية البحرينية يقول أطباء يقتلون مرضاهم. وطبعا يعني لما تقرأها بجو الصحيفة تفهم من هم الأطباء، تفهم من هم المرضى. أنا الآن لا أفهم، وهذا صح ولا خطأ، أنا أشخص وأقول أن هذا كله دليل أن البحرين ماشي باتجاه وبالتالي كل هالمظاهر اللي اتكلم عنها هي تقود الى ان البحرين عندها مأزق. ولولا ما في مأزق كان يعني الوضع ما اللي احنا نشوفه. هذا على الجانب السياسي والاجتماعي. الأسوأ من الحقيقه على الجانب الاقتصادي. ويمكن يعني رضا افضل مني في هذا المجال. انا اشك يعني ان نستطيع نقول على المدى خلينا نقول الخمس سنوات الاخيره ان هناك جانب المشروع ولد فرصة لمئة فرصة عمل مثلا أو خمسين فرصة عمل. اللي يصير الحقيقة أن نعمل الدوران الأفقي، أن هذا الموظف أو هذا العامل يطلع من هالشركة إلى هالشركة، من هالشركة إلى هالشركة. عدم وجود أو عدم فتح فرص العمل لها انعكاسات أو تداعيات كثيرة، يعني تنعكس على العقار، تنعكس على المصارف، تنعكس على لانه ما في مشاريع جديده، ما في ضخ جديد لراس المال، وما في فرص جديده، بالتالي في ركود اقتصادي، وهذا يعني
سبب الوضع السياسي، من هنا يتفاعل المأزق السياسي مع المأزق الاقتصادي مع المأزق الاجتماعي، محصلته مأزق الحقيقة معقد يصعب التكهن ايش كثر بيتم هالمأزق مستمر قبل ان يطلع من النفق المظلم اللي هو فيه. أنا مثل ما قلت في البداية الحقيقة يعني كثير منا كلنا متعجلين لحل، وهذا من حقنا والطبيعة البشرية يعني بعد مرور فترة من الأزمات والتضحيات الناس تبي تستقر تبي ترجع لحياتها العادية حياتها الطبيعية، ولكن هذا مش دائما بإرادة الشعوب أو بإرادة الإنسان. في كثير من الحالات الظروف الموضوعية تفرض عليك انك انت لازم تمر بالدورة كلها كاملة وتقدم التضحيات وتقدم يعني المزيد من التضحيات اللي تشوفها انت كبيرة ولكن هي طبيعية قبل ان تصل الى نهاية النفق وتشوف النور. لا، مشكلة البحرين الحقيقة بحكم صغر حجمها السكاني والاقتصادي والبشري هي عنصر متلقي وليست مرسل. يعني انت لست السعودية بحجمها الجغرافي وامتدادها الجغرافي ودخلها ووضعها الاقتصادي وحجم السكاني، ولا حتى خلينا نقول الكويت. انت دخلك يعني 45 ألف برميل في أحسن الأحوال و 32 برميل بشكل عادي نفط، بعدين عندك شوية يعني من قلبها كلها يعني مقارنة بالسعودية يمكن دخل البحرين على مدى السنة يساوي دخل السعودية. يعني السعودية تنتج 9 مليون برميل في اليوم، إذا أخذنا مو بأسعار الآن يعني 100 برميل 100 دولار تكلم عن مليار دولار في اليوم. شنو الحقيقة اللي يخلينا يعني نحس بعمق الأزمة أو عمق المأزق؟ أولاً الحقيقة هناك غياب كامل لمشروع وطني يستطيع أن يعني يجمع الشعب. لا شك أن الميثاق العمل الوطني فيه في المرحلة الأولى والمشروع الصحيح في المرحلة الأولى نجح أن يعني يجمع كل خلينا نقول فئات المجتمع بمختلف فئاتها السياسية وانتماءاتها السياسية وخلفياتها الفكرية والإيديولوجية. ولكن الحقيقة بسبب الأحداث اللي صارت على الثورات الأخيرة في جزء لا يستهان به يعني المجتمع أصبح غير راضي أن يقبل بما يطرح المشروع الإصلاحي، بالتالي من الصعب جدا القبول أو الاستنتاج أن هذا المشروع الآن يعني مستمر في الزخم اللي هو أخذه في البداية. هذا لا يعني أن المشروع غير مهم أو المشروع ما عنده واجبات، ولكن أقول أحد النتائج لأن البحرين متلقية لأن هذا صار في الإقليم انعكس على الواقع الإقليمي المحلي الداخلي بحيث أن انقسم المجتمع بمؤيد للمشروع الإصلاحي ويعني مبتعد عنه أو غير متفاعل معه. وهذا الحقيقة يعني نشبه على شبه البحرين مثلاً إذا أخذنا في 65 لما كان يعني أو 67 يعني بعد حرب حوثي إيران تقدمت يعني فتح بمشروع وطني جمع كل فلسطيني وانتعشت الثورة الفلسطينية وعاشت مرحلة من شكلت الرافعة اللي رفعت معنويات الشعب العربي أمام هزيمة حجيرة. إحنا ما عندنا اليوم مشروع وطني متكامل يرفع من يعني شعورنا بهذا المأزق. الثاني الحقيقة هي غياب شخصية وطنية، يعني عندنا الكاريزما اللي تكتب كل الشعب. وحتى قرب يعني موضوع الكاريزما اللي أتكلم عنه ناخذ مشروع النوع الحريري. الحريري لما أتى إلى لبنان كانت لبنان ممزق أكثر من تمزق البحرين، يعني بين أول شيء في تمزق خلينا نقول إسلامي مسيحي، كان في تمزق إسلامي إسلامي، كان في تمزق مسيحي مسيحي، وكان في تمزق عرقي يعني بين عرب وأكراد وسريان. أتى الحريري بمشروع ضخ مليارات الدولارات طرح المشروع على المستوى الوطني، واحد اسباب اغتيال الحريري الحقيقة انه هناك اجماع من اطراف خارجيه ان لا تهدأ منه، بالتالي
شخصية وطنية تقول في الخمسينات طلعت شخصية من نوع الباكر عمر الباكر استطاع بشكل كارزما مستوى ذاك الوقت وأن يقود وبالتالي ما حد كان يقول يعني شنو انتماء الباكر الديني أو خلفية الاجتماعي شكل حال احنا اليوم بحاجة إلى طبعا عندما أقول كارزما وطنية لا أعني إلغاء الجمعيات أو القوى السياسية ولكن في مرحلة معينة تحتاج إلى قائد عند مشروع عند طموح يدخل الساحة ويغير من موازين القوى وتجمع عليه الأمة يمشي بالمشروع. السبب الثالث الحقيقة في تعمق النزاهات اللي أتكلم عنها أنا تركوا الدولة والتردد في منعطفات كثيرة عبر الثلاث سنوات الماضية لم تقدم الدولة بشكل جريء على حسم الأمور وتركت. الآن شنو الأسباب على أعرفها ربما في هناك أسباب ولكن أنا كمشاهد أو مراقب للمشهد السياسي كنت أحس أن هناك استرخاء عند الدولة غير مبرر كان يجب أن تأخذ الأمور بشكل أكثر حسم عندما أقول هناك فرق بين الحسم والظلم أنا أتكلم عن حسم عادي في قانون في البلد في دستور في البلد في مسار تشريعي في منظمة مجتمع مدني ضمن هالقوانين يجب أن تكون الدولة حازمة في المنعطفات الحادة. أحد أسباب الحقيقة الأزمة والمأزق أيضا في فترة يعني الحراك السياسي اللي عرفت البحرين من فبراير 2011 في مراحل معينة توهمت باعتقاد الجمعيات السياسية أنها حققت انتصار بالتالي رفعت من سقف مطالبها واستمرت في رفع هذا السقف ولم تدرك التغيير اللي طرح على موازين القوى واستمرت بالرغم انها تحولت من مرحله الدفاع الى مرحله الهجوم الى مرحله الدفاع ترفع نفس المطالب اللي كانت ترفعها وبالتالي هذا ادى الى عدم الوصول الى حل